الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. منزلة هذا الحديث: هذا حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله، من الخلود في دار السعادة أو الشقاء، بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله وقدره وقضائه. قال ابن ملقن لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها، ظاهرها وباطنها. وقال ابن حجر الهيتمي على هذا الحديث، قال: هو حديث عظيم جليل يتعلق بمبدأ الخلق ونهايته، وأحكام القدر في المبدأ والمعاد. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم إذا إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى مثلا نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك في الروح، ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه الأربع كلمات. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة في القرآن، وفي مواضع أخرى ذكر الله عز وجل زيادة عليها، فقال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله عز وجل في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنهما: خلق ابن آدم من 7. ثم يتلو هذه الآية. روى الدارقطني في كتابه المعروف المؤتلف والمختلف عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها مؤودة أو المعروف مؤودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون مؤودة حتى تمر على لا تكون مؤودة حتى تمر على التارات السبع، التارات السبع المقصود تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. قال: نبدأ بشرح الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبره أي في جميع ما يقوله حتى قبل النبوة. والصدق المقصود من معنى الصدق هو الخبر المطابق للواقع، عكس الكذب. الكذب الخبر الغير مطابق للواقع. هو الصادق يعني أخبرنا الصادق في جميع ما يقوله. طيب المصدوق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به أي فيما أوحي إليه، والذي يصدقه الله عز وجل في دعواه والرسالة بإظهار المعجزات على يديه، ويصدقه الخلق فيما يقول. طيب لماذا ذكر هذا ابن مسعود هذا الكلام؟ أولا لابد أن نعرف هذا أدب من ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وأيضا الأمر الثاني سبب قوله هو الصادق المصدوق، لأنها من الأمور الغيبية لا يعلمه إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما ذكر الله عز وجل أو اطلع الله عز وجل على بعض الأمور الغيبية كإسراء والمعراج في حادث الإسراء والمعراج. لكن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة ولا يستطيع أن يبين للناس لأمور الغيبية مثل هذه الأمور الدقيقة. يعني قوله رضي الله عن ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي وفيما يقال له من الوحي، فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: إن أحدكم، أي يا معشر بني آدم، يجمع خلقه. قوله يجمع خلقه يحتمل أنه يراد بأنه يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة، فيخلق منهما الولد، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب صلب الرجل، ظهر الرجل، والترائب صدر المرأة. إنما قدم هذه المقدمة ابن مسعود لأنه سيخبر عن أمر غيب باطن يحدث أو يحدث في ظلمات 3. لذلك قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة،
كما قلنا إذا جامع الرجل امرأته وألقى في رحمها الماء بقي 40 يوما وهو نطفة على ما هو عليه ماء يعني، لكنه يتغير شيئا فشيئا يميل إلى الحمرة حتى يتم عليه 40 يوما في بطنه، أي في رحمه، في بطن أمه، رحم أمه، وهو من قبيل ذكر الكل وإرادة البعض يعني، ذكر البطن وليس المقصود البطن وإنما المقصود الرحم يعني. 40 يوما، 40 يوما حتى يتهيأ للخلق وهو فيها نطفة، والنطفة المني كما قلنا وأصلها الماء القليل، فإذا تم عليه 40 يوما إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة، فيمضي عليه 40 يوما أخرى وهو علقة يعني قطعة دم لكنها جامدة، ولكنها يثخن ويغلظ شيئا فشيئا حتى يتم له 80 يوما، ثم قال ثم يكون علقة، أي عقب تلك الـ40 يكون يصير علقة، هو الدم الغليظ المتجمد كما قلنا، مثل ذلك أي من مقدار ذلك الزمن الذي مر وهو 40 يوما، ثم عقب الـ40 الثانية يكون مضغة أي قطعة لحم صغير بقدر ما يمضغ كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، قال ابن عباس مخلقة أي تامة أو تامة وغير مخلق أي غير تامة بل ناقصة الخلق أو الخلقة، أو قال مجاهد مصورة غير مصورة يعني السقط يعني، فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم، وهذه المضغة كما ذكرنا قال الله تعالى مخلقة وغير مخلقة، فتبقى 40 يوما تخلق من 81 يوما إلى 120 يوما ولا يتبين فيها الخلق أو الخلقة تبيانا ظاهرا إلا إذا تم لها 90 يوما في الغالب، وقوله مثل ذلك أي هو الزمن المذكور وهو 40 يوما وهي 40 الثالثة، 40 40 40، ثم إذا تمت صار ابن 120 يوما يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم في رواية يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها، فبعث الله الشاهد بعث الله إليها ملكا وهو الملك الموكل بالرحم يعني ينفخ فيه الروح، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله عز وجل كما قلنا الملك الموكل بالأرحام، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا نعلم من هو هذه النبي، لأن الملائكة جنود الله عز وجل، لأن الملائكة جنود الله عز وجل، وكل منهم موكل بشيء، منهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالنفوس يقبضها، ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها، ومنهم الموكل بالأبدان، وهكذا عالم غير عالم. فيأتي الملك إلى الأرحام إلى كل رحم فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، وهذه الأرواح أمر لا يعلم الله عز وجل، الله عز وجل قد حسم هذا الأمر، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ينفخها في هذا البدن الذي هو قطعة لحم في الرحم ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن فتسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس وهكذا حتى تنمو وتعيش يعيش هذا الجنين، ثم يربع يؤمر ويؤمر في 4 كلمات
أي يأمر الله عز وجل الملك بأربع كلمات يكتبها، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم بكتب ما هو لاق بين عينيه. جاء بعض الأحاديث بأنه يكتب على جبينه، لكن يحتاج إلى البحث وتدقيق هل صحيح هذا. أين يكتب؟ على جبين الجنين أم يكتب على كتاب معين؟ الله أعلم، لكن في آثار قد وردت بأنه على جبين الجنين. يكتب رزقه قليلا بكتب رزقه، قليلا أو كثيرا، بكتب رزقه قليلا أو كثيرا. والرزق نوعان، رزق المأكل والمشرب، والرزق أيضا العلم والهداية. العلم والهداية هذا رزق لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. أما الأكل وشرب الناس كلهم يرزقون، لكن قد يعطي الغني قد أكثر من فقير، قد يكون للكافر أكثر من مسلم. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ابتلاء رزق. بينما الهداية والعلم والعمل الصالح هذه الأرزاق كلها لا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب. أما الأكل والشرب يعطي الرزق على من يحب ومن لا يحب. بكتب رزقي وأجله، أي مدة حياته وعمله، عمل إما صالح وإما فاسد. ما وافق الكتاب والسنة فهو صالح، ما خالف الكتاب والسنة فهو فاسد. شقي أو سعيد، شقي في الآخرة أو سعيد في الآخرة. ثم حلف، قال ابن مسعود، قال بعضهم قالوا مدرج، هذا من كلام ابن مسعود، لكن الصحيح ليس مدرج، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله الذي لا إله غيره. إذا كان يعني قسم، إذا كان من الشقاوة والسعادة مكتوبا، فأقسم بالله، يعني يقصد ابن مسعود الله النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله الذي لا معبود بحق غيره. ثم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي بأن يأتي بالطاعات بالتوحيد، ويأتي بجميع الطاعات، قيام الليل وصيام النهار واجتناب المحرمات وطلب العلم، يأتي جميع الأعمال والجهاد في سبيل الله. ثم قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي لا يوجد بينه وبينها أي الجنة إلا ذراع، وهي كناية عن ماذا؟ عن شدة القرب، يعني ما بقي إلا أن يدخل الجنة. فيسبق عليه الكتاب، أي يغلب عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار من المعاصي، من الكفر، من الشرك، من الكبائر، بإرادته طبعا وباختياره طبعا، فيدخلها، أي يدخل النار يوم القيامة. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، بأن يتوب من ذنوبه، إما بالإسلام إن كان كافرا، وإما بالإقلاع والندامة ورد المظالم إن كان مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر الملك بأربع كلمات، هذه كلمات كلها ذكرناها، فيكتب رزقي، ذكرنا بأن كتب الرزق يعني هو قليل أو كثير، ومتى يأتي الرزق، وهل ينتقص أم لا ينتقص من رزقه. المهم يكتب رزقه ويكتب أجله، أي في أي يوم، في أي مكان، وفي أي ساعة، وفي أي لحظة، وعن أي عن بعد عن عن بعد أم قرب، وبأي سبب من أسباب موته، كلها تكتب. والمهم انه ايش؟ ما يكتب كاملا، ويكتب عمله صالح ام فاسد، ام سيء ام نافع ام ضار ام قاصر على الشخص نفسه، والمهم يكتب كل اعماله، ويكتب مآله ايضا كما ذكر الله عز وجل: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وشهيق. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يعني هذا يختار أعماله بنفسه. جاء في صحيح البخاري هذا الحديث، حديث مخيف جدا الذي ذكرها ابن مسعود، لكن في صحيح البخاري جاء أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ويقال اسمه قزمان كما ذكر ابن حجر، كان شجاعا مقداما لا يترك للعدو شاذا ولا فاذا، لا شاذة ولا فاذة، إلا قضى عليها. فتعجب الناس منه ومن شجاعته ومن قوته ومن إقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إنه من أهل النار، مع أنه مجاهد يقاتل. فقال رجل: والله لألزمنه، أي يتابعنه وراقبنه لأرى نهايته كيف تكون. فمشى معه، وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزعه، فأخذ بسيفه فسله فوضعه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره، قاتل نفسه جزعا، ويقال لأنه منافق كان، ويقال كان يقاتل حمية. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبما؟ قال: الرجل الذي قلته. يعني لماذا تقول قال بالذي قلت عن رجل إنه من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح هذا الحديث ابن مسعود لنا: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا الحديث هو الذي يعني يريحنا الصلاة، يعني فيما يظهر للناس هو عمله الصالح، ما نعرف هل يعمل لله ولا رياء وسمعة وعجبا، فيما يبدو للناس هذا عمله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. إذا شرحه فيما يبدو للناس يعمل لأهل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار. مثل هذا الرجل. طيب، وعمل الجنة هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس عمل الجنة. وأيضا حديث آخر عندنا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عكس، يعني عكس الأول، يعمل من الكفريات والشركيات والمعاصي، فجأة يتوب إلى الله عز وجل، يدخل الله عز وجل إلى الجنة في آخر لحظة. وقع هذا في مثل هذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له الأصيرم، الأصيرم من بني عبد الأشهل، كان كافرا منابذ للدعوة الإلهية، كان ضد المسلمين، فكان يؤذيهم. فلما كان في غزوة أحد أظن، وخرج الناس من المدينة يغزون، ألقى الله في قلب هذا الرجل الإسلام فأسلم وخرج يجاهد. فلما حصل ما حصل للمسلمين وقتل منهم من قتل، وذهب الناس طبعا، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: مرني يا رسول الله. قال ادخل القتال معركة. فذهب فقاتل حتى قتل. قال: الله أكبر، الله أكبر. قال: أجر كبير، عمل صغير وأجر كبير. لم يسجد لله سجدة واحدة، ما صلى لله، ما كان وقت صلاة. أول ما أسلم دخل القتال، قاتل ثم قتل. قال: الله أكبر. هذا كان عمله كله خراب ودمار، مجرد أن تاب إلى الله عز وجل، بمجرد تاب إلى الله عز وجل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ أعلن إسلامه ودخل يقاتل ثم مات. قال: الله أكبر، عمل قليل أجر عظيم أو أجر كبير، ما سجد لله سجدة واحدة. هذا قصير الإنسان، يعني لا ينخدع بأعمال غيره ولا ينخدع بأعمال نفسه، يخلص أعماله لله عز وجل. أسأل الله العظيم
رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم. لكن نذكر بعض الفوائد لهذا الحديث. كيفية من الفوائد التي نأخذ من هذا الحديث، كيفية تكوين الإنسان وتنقله من مرحلة إلى مرحلة. والأمر الثاني، الدعاء. الإنسان ينبغي عليه أن يدعو بالثبات، لا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الدعاء بالثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا الاستعاذة من سوء الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. إنسان يستعيذ من سوء الخاتمة. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال سبب دخول الجنة والنار، إما صالح وإما فاسد. أيضا يستفاد من هذا أن الشقاء والسعادة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لأن الشقاء والسعادة في الآخرة. أيضا يستفاد فيه في هذا الحديث تنبيه على أن البعث حق، لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين قادر على إعادته. وفي أيضا يستفاد من هذا الحديث في إثبات الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، كما ذكرنا في حديث عمر، حديث الثاني في 40 نووي. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.